السلام عليكم. عند علاج الصرع مهم جدا جدا ان نعرف شو نوعية الصرع الموجود عند المريض حتى نعرف نعالجه بطريقة صحيحة، للمعرفة انه مش كل انواع الصرع متشابهة. في عنا صرع البؤري اللي هو في منطقة محددة في الدماغ بيكون في شحنات كهربائية زايدة بتطلع من هاي المنطقة، وهذا بيكون في منطقة بس محددة في الدماغ. وفي عنا نوع الثاني هو الصرع العام. الصرع العام بيكون جميع الخلايا في الدماغ مبنية بشكل أكثر تهيجاً وأكثر إنتاجاً للشحنات الكهربائية. فمثلاً بفكر في الموضوع كأنه في عنا إشي بيحرك أو يعني مفتاح لكمية الكهرباء في الدماغ. الناس اللي عندهم صرع عام بيكون عندهم مفتاح الكهرباء عالي أكثر. من الأعراض تبعات الصرع العام إنه يمكن المريض يوقف ما يحكي، الأطفال عادة بتكون عندهم موجودة أكثر. والمهم جدا إنه إذا أعطينا الأدوية مضادات الصرع اللي مفروض إن تنعطى للصرع البؤري لا الصرع العام، يمكن إنه الشحنات تزيد ويمكن إنه التشنجات تصير أسوأ. ومهم جدا إنك تعرف شو نوعية الصرع اللي عندك عشان نعالج الموضوع بالصح. ففي عنا مثلا بعض المرضى بتكونوا ياخذوا أدوية مضادة للصرع ولكن الشحنات عندهم أو التشنجات قاعدة بتزيد مع الدواء. فلما نفحص الموضوع بنلاقي انه عندهم صرع عام واخذوا ادويه للصرع البؤري، مثلا في ادويه مثل التيجريتول او الكاربامازيبين او الفينيتوين او الايبانوتين، هاي الادويه مصممه بس للصرع البؤري، واذا اعطيتها في الصرع العام بتعمل على زياده الحاله السوء. ومهم جدا انك تعرف شو نوعيه الصرع حتى انك تعالجه بطريقه صحيحه. وعشان تعرف اكثر عن علاج مرض الصرع وشو الادويه اللي ممكن نستخدمها بتقدر تشوف هذا الفيديو. بنشوفكم في الفيديو الجاي، والف سلامه.